طالب النائب محمد الدلال بوضع حد للتهديدات العراقية وأن تواجه الحكومة هذه التهديدات بكل حزم. هذه التهديدات يجب أن تواجه بكل حزم من الحكومة الكويتية. عملية الممارسة بالاحتواء اللي كانت تمارس من قبل السياسة الكويتية الرسمية سابقا أعتقد لم تعد مجدية. مطلوب أن يكون في موقف حازم ليس من الكويت وإنما كذلك من المنظومة الخليجية، من مجلس التعاون، بل من جامعة الدول العربية، بل من المنظومة الدولية ضد هالممارسات العراقية. لا يمكن القبول، لا يمكن القبول إطلاقا بأن تمس الأراضي الكويتية أو الثروات الطبيعية. هذا تهديد لسيادة الكويت، تهديد لأمن الكويت، تهديد للقرارات والمواثيق الدولية في هذا الشأن.